عندما يصبح طلب الرزق مجازفة، هذا هو حال الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر الذين يصرون على العمل لتحصيل لقمة عيش كريمة لعائلتهم رغم كل ما يحيط بمهنتهم من تعقيد ومعاناة جراء حالة الحصار المطبق التي يفرضها الاحتلال على قطاع غزة وسكانه. المزيد في التقرير التالي. شباك خاوية وسط حرب وجوع هنا في قطاع غزة يعاني الصيادون بعد مرور ما يزيد على عام على نشوب الحرب على القطاع. على أمل صيد ما يكفي أسرهم يتجمع الصيادون الفلسطينيون على الساحل ويلقون في يأس شباكهم بعد أن بات الجوع الشديد ينتشر بشراسة في كل أنحاء القطاع المدمر. ومنذ أن بدأت إسرائيل حملتها العسكرية على قطاع غزة في أكتوبر 2023 حولت قيود إسرائيلية فرضت على المياه قبالة القطاع الحياة إلى جحيم للصيادين الذين لم يعد بوسعهم الإبحار ويجب أن يبقوا على الساحل. ففي خان يونس يصطاد إبراهيم غراب البالغ من العمر 71 عاماً سمك السردين من الشاطئ أمام خيام مؤقتة للنازحين بسبب الحرب. الحياة الصعبة اللي احنا بنعيشها، الواحد بده يعيل بيته وأسرته، ولا في دخل ولا في راتب، لا أنا موظف ولا عندي شغل، لا أنا ولا أولادي. فالحياة صعبة، الواحد بسعى وقاعد بجري إنه يدبر لقمة العيش. ما فيش أصلاً مساعدات، بطلنا نشوفها. كانت في البداية في شوية مساعدات وخفيفة وقليلة جدا، والآن ما في. ويكافح الصيادون يوميا لجلب صيد ولو متواضعا لإطعام أسرهم، ونادرا ما يتبقى لديهم من الصيد اليومي ما يمكنهم بيعه لآخرين. احنا بنيجي على البحر لأنه الأسواق زي ما انت عارف فاضية وفيش فيها أكل، ونضطر نيجي هنا ومخاطر حالنا من خطر الزوارق والطخ اللي بصير علينا. ومع ذلك يعني بنيجي ومخاطرة حالنا عشان نوفر لقمة العيش إنه في الخيام يعني المبهدلة. بنيجي هنا ودام بنيجي ونصيد ومكان بطلعش معنا سمك، يعني صعب كمان الصيد مش بسهولة يعني. وشكل صيد الأسماك جزءا مهما من الحياة اليومية في قطاع غزة قبل الحرب، إذ كان يساعد الفلسطينيون على كسب لقمة عيشهم عن طريق بيع ما يصطادونه يوميا في السوق وتوفير نوع من الطعام للسكان. البحر عملنا اكتئاب، وجع، مرض، حياة مش مستقيم، لا لقينا المي، لا لقينا الشرب. وبالنسبة للصيادين كمان، الصيادين بعانوا، بيروحوا يجيبوا رزقتهم، بيجوا ما فيش، مش لاقيين شيء، بيجوا تاعين اسرائيل بالقارب تبعهم، بطبطبوا عليهم بالنار وبخطفوهم، والله بيعلم بالحياه بالوضع، وبننام بخوف وبرعب، مش قادرين، مش مسيطرين على اي حاجه احنا محتاجينها، مش قادرين نطولها، والاكل صعب جدا حد يجيبه. الفلسطينيون باتوا بصمودهم يجسدون ملحمة لتضميد جراحهم ويسعون بشتى الطرق لإيجاد بصيص أمل وشريان حياة لكسر مشروع الإبادة الجماعية والتمسك بالأرض حتى لو كانت حياتهم الثمن.